موقع بوابة كبيسات يوثق سلسلة لقاءات استثنائية حول ابن قبيلة كبيسات دولة السيد عارف عبد الرزاق الكبيسي رئيس مجلس الوزراء الأسبق في جمهورية العراق. شاهدنا على العصر في هذه الحلقة والحلقات القادمة السيد عارف عبد الرزاق رئيس وزراء العراق الأسبق. ولد عارف عبد الرزاق في قرية كبيسة إحدى قرى لواء الرمادي في الناحية الغربية بين سوريا والعراق عام 1921. فقد أبوه وعمره 10 سنوات، إلا أنه أكمل دراسته حيث التحق في دار العلوم ببغداد وأنهى دراسته المتوسطة عام 1939. التحق في نفس العام بالثانوية العسكرية وتخرج منها برتبة ملازم عام 1943. التحق بعد ذلك بالقوات الجوية وأوفد في أكتوبر عام 43 لدراسة الطيران في بريطانيا، وتخرج طيارا متقدما في مارس عام 1945. عاد في إبريل من نفس العام إلى بغداد وأصبح ضابطا طيارا في القوات الجوية العراقية.